جديدة. قبل تسجيل هذه الحلقة كنت أعد حلقة خاصة عن معاهدة إكس ليبن. معاهدة إكس ليبن أو استقلال المنقوص أو استقلال الشكلي، كل هذه الأسماء أردنا أن ندقق فيها ونحللها من خلال عرض أهم ما دار في تلك المعاهدة وأهم ما أفرز عنها. لكن بدلي الأمر سيكون ناقصا إذ لم نحيط بتلك المعاهدة بشكل أوسع، وإذ لم نحدد المراحل التي سبقتها. والمراحل التي سبقتها نقصد بالأساس مرحلة الحماية الفرنسية بالمغرب من 1912 إلى 1956. لذلك في هذه الحلقة قررت أن أعرض أهم المراحل منذ دخول الحماية بشكل رسمي إلى المغرب سنة 1912 في 30 مارس. إذن ابقوا معنا. بعد ضغوطات كبيرة على المغرب من الضغوطات المالية والعسكرية والاقتصادية، رضخ المغرب أخيرا لتوقيع معاهدة الحماية في 30 مارس سنة 1912، عرفت بمعاهدة فاس، معاهدة الحماية. ومن خلال هذه المعاهدة التزمت فرنسا أن تحمي المغرب. هذا من المفترض أن يكون حسب وثيقة معاهدة الحماية التي هي الوثيقة المفقودة، بمعنى أن الوثيقة التي عند فرنسا ليست هي الوثيقة التي عند المغرب، بمعنى آخر أنه جرى تلاعبات لاحقا. إذن في تلك المرحلة التي وقع فيها مولاي عبد الحفيظ وثيقة معاهدة الحماية بفاس، سينطلق سخط شعبي وستنطلق المقاومة في العديد من مناطق المغرب. بعدها سيقيل المقيم العام الذي سيصبح مقيما عاما في المغرب، سيقيل مولاي عبد الحفيظ وسيأتي بمولاي يوسف. وليوطي هو الوجه الأبرز لمهندسي المغرب المعاصر، حيث أنه سيتدخل في السياسة المغربية وسيغير كثيرا من نواحيها وأوجهها، منها العالم المغربي، ومنها نقل العاصمة إلى الرباط وهندسة كثير من المدن والبنية التحتية، وأيضا إعادة قراءة الوجه الثقافي للمغرب، ومن بينه ركز أو كرس ثنائية العروبة والإسلام في المغرب، لأن المغرب معروف أنه عربيا وإسلاميا. في هذه المرحلة استثمر ليعطي ذلك التراث ولم يرف عنه أي شيء، بمعنى أنه تحصيل حاصل، أو بمعنى آخر يقوم بحكم ذاتي عكس السياسة الفرنسية تبع السياسة الإنجليزية في المغرب. هذه هي سياسة ليوطي الذي هو أطول مقيم عام في المغرب. وكما قلنا انطلقت المقاومة الشعبية في كثير من المدن، وعرفت المدن والقرى والمناطق النائية، وعرفت بتلك المرحلة أي بعد سنة 1912 إلى 1933 آخر معاقل المقاومة المسلحة في الأطلس مع عسو وبسلم مع قبائل أي تعطق سنة 1933 سيخمد أنذاك وجه المقاومة المسلحة ويدخل المغرب في مرحلة جديدة ابتداء 1930 16 ماي 1933 سيوقع السلطان الظاهر البربري. نداك نقول عن السلطان محمد الخامس الذي سيبدأ في الحكم ابتداء من 1927، سيدفع به الاستعمار لأنه كان خجولا وكان منطويا، وأراد الاستعمار أن يمرر من خلاله مجموعة من السياسات الفرنسية، وفعلا نجح الاستعمار في ذلك. فلم يكن السلطان آنذاك محمد الخامس إلا واجهة وفقط، بل الذي كان يتحكم في دواليب الأمر هي السلطات الفرنسية، ووجود محمد الخامس آنذاك السلطان كان وجودا صوريا. هذا لم يدم طويلا، فسنة 1947 سينطلق محمد الخامس أو السلطان بنفس جديد، هذا الذي سنصل إليه. نحن الآن سنة 1930 بالضبط 16 ماي الظاهر البربري الذي سيفرز عنه مقاومة خاصة، يعني إخماد المقاومة الشعبية المسلحة
سيتجه التفكير الشعبي والسياسي إلى مقاومة جديدة، وهي المقاومة السلمية، أو لنقول المقاومة السياسية. سنة 1930 أفرز المغرب أو المغاربة الوطنيين المغاربة نضالهم الخاص الذي هو حركة اللطيف. سيري سيري. لكن المقاومة السياسية برزت فعلا بشكل أكثر تنظيما وبشكل أكثر وعيا ونضجا مع كتلة العمل الوطني سنة 1934، حينما شكل الوطنيون المغاربة من بينهم علال الفاسي، وأهم أقطابي علال الفاسي ومحمد بن حسن الوزاني، حينما شكلوا كتلة العمل الوطني. هذه الكتلة العمل الوطني التي سيفكها أو يفككها الاستعمار الفرنسي، وسيستمر النضال من أجل الحرية بالنضالات السياسية رغم نفي الوطنيين خارج المغرب. سنة 1939 ستنطلق الحرب العالمية الثانية. في الحرب العالمية الثانية مرحلتها الأولى كانت فرنسا انهزمت أمام النازية شر هزيمة، وطلبت يد العون من المغرب، وهذا من باب يعني الكاريكاتورية، أن يساهم المغرب بجنود من أجل تحرير فرنسا التي هي تحتل المغرب، ولم يحرر ذلك بذلك الزخم العسكري أرضه ووطنه. يعني هذا ما حدث وهذا ما كان سنة 1939 بداية الحرب العالمية الثانية إلى غاية 1942. فرنسا كانت منهزمة شر هزيمة، وطلبت من المغرب دعم عسكري. في لقاء أنفا في 14 يناير 1943 التقى في الدار البيضاء محمد الخامس مع روزفلت مع تشرشل، وتلقى وعودا بالتحرير بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. وفعلا انتصرت فرنسا على النازية وكسبت الحرب. وآنذاك دوغول الذي تعتبره فرنسا من رموزها الوطنية وشح محمد الخامس بوسام جيش التحرير أو بوسام رفيق التحرير، هذا الوسام الذي يعترف بقوة الجنود المغاربة في تحرير فرنسا. لكن المحبط أن فرنسا تنصلت من كل وعودها ولم تلتزم بأي شيء قالته. وفي سنة 1944 بالضبط في 11 يناير تم تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، وهذا عبر عن قمة وعي الحركة الوطنية وقمة نضالها السياسي، مما أحبطت فرنسا تلك المحاولات وزجت بالعديد من الوطنيين في السجون، وتبين مرة أخرى أن النضال السياسي فشل مرة أخرى كما فشل النضال المسلح. ومن ثم انطلقت شرارة جديدة، وهي المزج بين النضال السياسي والنضال المسلح. وتبين أو إشارات إلى بداية هذا المنعطف الجديد بخطاب طنجة لمحمد الخامس، الذي بدأ يؤشر بتحولات جديدة في فكر محمد الخامس وفي وعيه بالقضية الوطنية، حينما كسر القيود وذهب إلى فرنسا وألقى خطابا في 9 أبريل. هذا الخطاب تبعاته أنه من بين التبعات وصول جوان إلى المغرب، وبعده غيوم، ونهاية فترة لوبون التي يعني اتسمت بنوع من السلاسة الذي كان لوبون هو مدنيا، ووصول مقيم عام عسكري مثله جوان ولوبون وغيوم. غيوم الذي قال سأطعم المغاربة التبن وسأكسر عظام المعارضين، بمعنى أن هذا التحول وجد صدى في فرنسا وبدأت تكشر عن أنيابها. وأيضا هذا التحول من خلال تبعاته نقل عبد الكريم الخطابي إلى فرنسا إلى الإقامة الجبرية، بعده سيختار اللجوء إلى مصر. وبعده أو قبل هذا الخطاب جاءت أحداث سليكان في الدار البيضاء التي قتل من خلال العديد من المغاربة. إذن اشتدت الأزمة بين المغرب وفرنسا سنة 1951 بعد وصول غيوم، الذي قال هذه العبارات القوية وهذه العبارات التي تنم عن السطوة وعن العظمة وعن القوة والاستبداد. في 20 غشت ثورة الملك والشعب بعد نفي محمد الخامس، بعد أن رفض التوقيع على مجموعة من الضائر، وتبين أن محمد الخامس أصبح أكثر وعيا بالقضية الوطنية. تم نفيه إلى كورسيكا ثم إلى جزيرة مدغشقر،
وفي ذلك النفي بزغ وجهه في القمر كما تقول الفانتازمات الشعبية، التخيلات الشعبية التي كان من خلالها يتمثل لهم في القمر. هو نوع من التعلق بالعرش بالملك، ونوع من قراءة نضالية للمرحلة التي كانت ترفض الوجود الاستعماري، وبالضبط وجود بن عرفة كممثل أو كنائب أو كبديل عن السلطان محمد الخامس سنة 1954، وصول مانديس فرانس إلى الحكم. وهذه السنة بالضبط كانت هزيمة فرنسا في الهند الصينية، شر هزيمة، هزيمة فرنسا في بيانغ بيانغشو في الهند الصينية. ستحاول فرنسا أن تعيد لنفسها نوع من العظمة، وستحاول أن تحل القضية المغربية والقضية التونسية حتى لا تتكرر نفس الهزيمة آنذاك. وسيقع بعد التنفيس من خلال إخراج أو إطلاق سراح العديد من المناضلين السياسيين، وأثناء دخولهم أو أثناء وجودهم في السجن سيبدأ التنسيق مع العديد من المناضلين وجس نبضهم مثل عبد الرحيم بوعبيد داخل السجن بالقنيطرة. ويقول الأستاذ عبد الله إبراهيم بأن تلك المحادثات الأولى كانت عبد الله إبراهيم لمحمد لومه في سنوات الصمود وسط الإعصار في 1994، أن تلك المحادثات كانت في سرية، بل وفي سرية عن كثير من رفاقهم. وفعلا بعد خروج عبد الرحيم بوعبيد من المعتقل ذهب إلى فرنسا لملاقاة مانديس فرانس، حكومة مانديل فرانس التي كانت تحمل إرشاً ثقيلاً بعد إبعاد الملك من السلطة الذي قام به جوزيف لانييل. هو جس النبض الذي قام به عبد الرحيم بوعبيد، وتبين أن هناك نوع من جسور التواصل بين القوى الوطنية، وكل هذا تحدثنا عنه في حلقة عبد الرحيم بوعبيد. حتى لا أكرر ما قلته عودوا إلى الحلقة، سأترك الرابط في خانة الوصف. وهذا الذي حصل، اتجه إلى فرنسا عبد الرحيم بوعبيد في 10 يونيو مع عمر بن عبد الجليل إلى باريس لجس نبض حكومة فرنسا مانديس فرانس، وتواصل معه سرا. وحتى عبد اللطيف جبرو في كتاب إكس ليبن يقول نفس الشيء. عبد اللطيف جبرو في الصفحة الخامسة يقول بأن بداية التنسيق مع الوطنيين والتواصل معهم حتى داخل السجن. لكن المنعطف الخطير والذي عجل بالدخول في معاهدة الاستقلال أو إكس ليبن، وهي جيش التحرير سنة 1955. في أكتوبر سنة 1955 سيتشكل بشكل نهائي جيش التحرير، وسينطلق في الشمال مثلث الموت، وستحتضن فرنسا أو تتغاضى عن ستحتضن إسبانيا، أو على الأقل ستتغاضى عن أنشطته في الشمال. لماذا إسبانيا؟ لأن كما نقول أخوة الأعداء، فرنسا كانت لها أطماع أن تستحوذ على أكبر قطاع من المغرب، إسبانيا نفس الشيء، وبالتالي فهناك تنافس على القضية المغربية. والأهم من ذلك أن حينما نفت فرنسا محمد الخامس فإنها لم تخبر إسبانيا، لذلك إسبانيا رأت بأنه هذا استصغارا لها، وحاولت الانتقام بنوع أو بآخر، ولذلك وفرت نوعا ما من الأرضية الصالحة للعمل النضالي والعمل الفدائي من داخل الأراضي التي كانت تحت الحماية الإسبانية في الشمال. وانطلق جيش التحرير، وهذا الشيء الذي أرعب فرنسا وعجلت بالدخول إلى معاهدة إكس ليبن. وهذه المعاهدة التي سنتحدث عنها بالتفصيل في الحلقة القادمة. شكرا لكم على المتابعة، ونلتقي في الحلقة